اوكي يا شباب، قبل ما يبدا المقطع لا تنسى تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذكر الله لا اله الا الله. طبعا يا شباب في مقطع النهارده اتمنى منك قبل ما يبدا المقطع حط لنا احلى لايك، عايزين نوصل المقطع ده 50,000 لايك، واشترك في القناه انت مش مشترك عشان تنضم لتاني قداش من العيله في اليوتيوب. جيش المكمليون يا صاحبي، ايوه انضم. يلا يلا حط اشتراك، حط يا عم انت خسران ايه، حط اشتراك يا عم، حط لايك بقى اعلمك ازاي تحط اشتراك. يلا وشوف انت بتحط اشتراك ازاي، خلي الزرار الاحمر ده لونه رصاصي وحط لايك خليه لونه ازرق وبس. يا شباب اتمنى تنضم معانا لان ان شاء الله باذن الله حلقات الجايه حلقات اسطوريه، وتفرج المقطع دوت الدب الناري والدب المائي وبس استمتعوا. ايه الريحه المعفنه دي؟ صباح الخير، صباح الخير، يوم جديد وجميل، يوم لطيف وظريف. معانا هنا جنبه الحبيبي، عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله. ايه قتلت اخر واحد قلت لك اقتله؟ والله بص النضاره اتكسرت دلوقتي. يا الله النضاره بتاعتك اتكسرت، معلش. وانت براء سرقت السريه؟ يب اكيد. يلا الحمد لله يا شباب، احنا كل شغلانتنا ان احنا عصابه يا شباب، بنسرق وبنقتل، بس مش عايزين حد يعمل زينا لاننا عصابه حلال يا شباب. اللي بنسرقه واللي بنقتله بيبقى انسان ظالم ومجتمع جاي عليه. ايه ده مين ده؟ نعم مين ده؟ بس يعني بطل هبل انت وهو، عندنا شغل. في ايه طيب؟ تعال تعال تعال، عندنا مهمه كده، بس مش محدش يشوفنا ولا يلاحظنا عشان عندنا مهمة. حاضر حاضر، عندنا مهمة. ايه يا جدعان في ايه؟ بقول لك يالا لم السراير، ثواني بس يا عمو، ثواني ثواني يا باشا، ثواني بعد اذنك. بقول لك يالا لم السراير، يالا لم السراير، هننام على ايه يالا يا غبي؟ ايوه الادلة الادلة الادلة، شيل 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 السراير، شيل شيل شيل، احنا بننام. شغل معايا شوية، يلا زي بعض. يلا احنا انت عارف ان احنا بننام في الشارع بقى يا عم، هنعمل ايه؟ بالراحة علينا شوية. طب بس ما تزعقش بقى عشان الناس حوالينا. ماشي ماشي. ايه ده، ايه المكان ده؟ بس تفضحناش، بس 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 بالراحة بالراحة. واو شوفوا يا شباب شوفوا، واو واو، ايه المكان ده يا عمو؟ انت مودينا على فين؟ ده المخبأ السري. طيب محدش عارف، لو حد فيكو قال للناس عن المخبأ ده هخلص عليكم واحد واحد. خلاص خلاص احنا اسفين يا عمو. لا لا مش هنتكلم دلوقتي، انا عايزكم في مهمة. أيوة. المهمة دي في جنينة الحيوانات اللي قدامنا اللي هناك. تمام. اديكم فيها 60 مليون دولار. 60 مليون دولار؟ لا لا انت أيوة. تبص اي حاجه انت عايزنا نعملها انا هعملها لك دلوقتي، بس شوف انت عايز تعمل ايه قول لنا بس، واحنا الخطه المهم وحزين. السريه التامه في العمليه دي يا رجاله. تمام. عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في السريه دي. تمام. دلوقتي شايفين الاسلحه دي؟ ايوه. كل واحد ياخد له اسلحه. واو يا شباب دي عباره عن جنة مليانه مخدر وسكاكين يا شباب. واو بقول لك يلا هجرب عليك واحده. لا يا عم بس 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 يا ابني انت، بس يا ابني خلاص خلاص يا عم، جرب في اصحابك. لا خلاص المهم تمام. دب في دب في حديقه الحيوان دي، في اتنين، واحد ناري واحد مائي. تمام. تجيبوا لي الاثنين 60 مليون دولار يبقى عندكم على الترابيزه كده. لو حد خد خبر من الموضوع ده يا كامل انفخك. حاضر انت والعيال دي. حاضر انا بص بص, بص احنا احنا بكره الساعه 6 الصبح هنكون جاهزين، اغسل وش العيال ديت واحميهم، وبعد كده هنروح نعمل العمليه ديت وهنجيب لك الدب الناري والدب المائي وتدينا 60 مليون وما تضحكش علينا. ها ها بس في حاجتين مهمين. ماشي قول. اهم حاجه تحميهم دي الاولين عشان ريحتهم طالعه. ماشي. تاني حاجه السريه التامه. حاضر حاضر يلا. حاضر يلا جاهزين يا عيال؟ جاهزين. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا شباب. عارفين النهارده النهارده هتبقى اقوى مهمه عندنا والعيال، النهارده هنجيب الدب الناري والدب المائي يا شباب، ولازم أن يكون عندنا سريه تام. اقفل اقفل على الراجل ده يا جدعان، اقفلوا على الراجل ده، اقفلوا عليه اقفلوا عليه اقفلوا عليه، استنى اقفلوا عليه اقفلوا عليه، ان شاء الله يموت، ان شاء الله اقفلوا عليه اقفلوا اقفلوا عليه اقفلوا عليه، بس خلينا حتى لو في مهمه خطيره. يابا يا شباب النهارده هنسرق الدب الناري والدب المائي، انتوا متخيلين؟ يعني كده احنا ممكن لو اتقفشنا ممكن نتحبس، وفي نفس الوقت احنا لازم يا شباب ننقذ الدب الناري والدب المائي عشان ناخد ال 60 مليون دولار. بقول لك ايه، حط السرير يا عم، نام يا عم شويه، والساعه 3 الفجر نبدا المهمه في السريه التامه. ولا براء انا عايزك تروح تقول لامك ان انت لو اتقفشت هتقابلك في السجن بقى. ماشي يلا ماشي يلا ماشي. روح قول لها وانت جنبه اعمل حسابك في العيش والحلاوه عشان خاطر لو اتحبسنا. يلا روح هات لنا عيش وحلاوه. يلا يا شباب يلا حط السراير، حط السراير قبل ما تمشي، حط السراير عشان انام، عايز انام. يا مش معايا مع براء. هات السرير بتاعي، هات السرير ده، انا عايز السرير في ايدك ده. انا فين؟ وانا في ايدي سراير؟ والله كان في ايده سرير يا حرام يا كلب. هات السرير معايا معايا معايا. حط السرير، حط السرير هنا. ده ايوه ده بتاعي، بس يلا هش يلا انا عايز انام بقى، سيبوني انام شويه.
يلا روح عند امي. يلا روح عند امك. يا الله يا شباب، احنا دلوقتي في موقف صعب جدا يا شباب. هل تتوقعوا يا شباب ان احنا نجيب الدب الناري دوت والدب المائي؟ بصوا الاماكن بتاعتهم، انا هوريكم الاماكن. بصوا في هناك حراس، الحارس محمد الكينج ده الحارس بتاع الدب المائي، والحارس رامي جيمز او بلانيت ده الدب الناري. يا شباب عندكم هنا المكان محصن ومؤخر وقعت في ما طعمه وحش قوي. شوفوا يا شباب، هنا المكان محصن جدا وهنا المكان محصن جدا، بس هو ادانا ادوات تخدير وادانا الاكس والبيكاكس، واحنا جاهزين للمهمه الصعبه دي يا شباب. هل انتم جاهزين؟ حطوا لايك واشتركوا في القناه. ليتس جو ليتس جو. 60 مليون دولار، 60 مليون دولار. اصحوا يا عيال، اصحوا اصحوا. خلاص خلاص، النهارده اليوم اللي هتبدا فيه مهمتنا الاولى في سرقه الدب الناري والدب المائي. اسمع، انا مش عايز حد فيكم والنبي يجرى له حاجه، ولا اخلع على النضاره دي. يلا لما انت شكلك وحش كده. لا بخلعها هتبقى تخلعها. طيب وانت؟ انا بص، مش عايز حد فيكم، مش عايزين نضر حد، ولا احنا بس نسرق الدبين وناخد فلوسنا وخلاص. مش عايز حد فينا يتضرر. هنبلش في اي دب ذاك ولا ذاك؟ بص انا بقول انا هخش على الدب الناري، تمام؟ انتوا بس هتراقبوني، يعني هتيجوا ورايا كده، لان انا الكبير ولو حد فيكم اتقفش هنروح فيها، فتمام؟ يلا بينا. يا شباب احنا مش بنعلم حد السرقه ولا حاجه، ولكن دي مهمه ولازم نعملها. بسم الله. يلا اسمع بقى، احنا هنمشي على الطريق العادي كاننا بنتمشى ممشى سياحي عادي. مش صح، انا يا غبي ام كامل حاطط امسك السكينه. طيب بصوا، انا هنمشي عادي وكاني ما فيش اي حاجه، وبعد كده انا هروح وهو نايم وهنقوم مخدرينه بالسلاح دوت، تمام؟ وندخل على الدب. اوكي، مش عايز صوت. صوت نو نو صوت نو نو دوشه. ماشي يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. في حد رايح يسرق يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايه الغباء ده؟ ان شاء الله يا شباب نطلع بال 60 مليون جنيه. لا 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 لا. ابلع ابلع. اوكي خدرته خدرته. خلاص خلاص، اضرب عليه اضرب عليه اضرب عليه اضرب عليه اضرب عليه، خدروه. بس خلاص هو كده اتخدر، هو كده اتخدر. بس 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 هو كده اتخدر. هو كده اتخدر يا شباب. شوفوا شوفوا يا شباب، الحارس المعفن يا شباب، بصوا خدرناه. بس احنا خليه زي ما هو كده بقى ونبدا العمليه. يلا يا رجاله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يلا بينا. تعالوا 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 تعالوا. مش عايز صوت. يلا ما تعملش صوت يلا. الدب نايم الدب نايم. تعالى يلا قوم يا عجل قوم. حد يفتح الباب. اضربه 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 بايدك اضربه. بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ احنا بناخد الدب لان عايزين نعالجه. استنى استنى اقف استنى يا عم انت، احنا بناخد الدب، الدب عايز يتعالج. بعد اذنك بعد اذنك، احنا جايين معانا تصريح معانا تصريح بعد اذنك. قول لي الدب عايز يتعالج. معانا تصريح معانا معانا التصريح اهو. بص العلاج بتاع الدب معايا اهو اهو. فين ده؟ اهو خد اهو علاج الدب معانا تصريح. يلا تعالى دبدوب تعالى. وبعدين يا فندم ما ينفعش توقفنا كده واحنا بناخد الدب. يلا تعالى يلا يح يح تعالى. لا لا يا عم ما تخافش عليه، ده دب من نار يا عم ما تخافش. اوكي ستورم ستورم ستورم، جبنا لك الدب. ادخله جوه اهو اهو. ادخله تحت 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 تحت. افتح الباب افتح الباب افتح الباب. نزله تخين تخين. استنى انزل تخين 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 تخين. ايوه هو عشان تخين. تعالى زقوه يا جدعان زقوه. تعالى هيعضنا هيعضنا يا ابني يا ابني. انزل افتح دي. انا خايف منه وانا خايف منه. تعالى زقوه يا جدعان. يا الله يا شباب يا اخي هو تخين. انتوا انتوا عجول انتوا كمان. بس 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 اقفل المكان. طيب انزل يا انزل انزل. اقفل وراك اقفل وراك. ايوه يا شباب جبنا الدب الاولاني. ايوه الله ده ايه ده؟ هو مات؟ لا لا نايم 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 نايم. طب يلا يلا تاني واحد على طول. يلا يلا حاضر حاضر حاضر. اسمع احنا كده لينا 30 مليون جنيه.
ايوه ماشي ماشي، روح التاني. يلا 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 يا شباب يلا. اوكي يا شباب، دلوقتي هنجيب اخر دب والدب المائي وهنكسب الفلوس كلها، وان شاء الله باذن الله هنبقى اغنى اغنياء القريه. بسم الله. اقفل عليك يا عم، اقفل عليك. امشي 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 انت ما كده. طب استنى استنى، عشان انت خلي بالك الراجل كان هيكشفنا، الامن كان هيكشفنا. احنا انا قلت له ان انا دكتور عشان يسيبنا. خلاص بقى خلاص، تعالوا تعالوا ننام، وبكره الصبح هنجيب لك التاني يا عم. بكره الصبح بكره الصبح. طب ماشي، انا هطلع البيت بتاعي هنا. يلا ماشي يلا يلا هنريح. نام نام يا براء، نام. يا شباب والله العظيم تعبنا جدا يا شباب. حطوا لايك حطوا لايك بقى عشان نروح نجيب الدب النار يا شباب، قصدي المائي. يلا بسم الله. افرح معفنه قوي، انتوا معفنين، استحموا بقى. ده انتوا ايه ده؟ انا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل لي؟ انا في ايه؟ انا مش عارف انا داخل ليه كده. ايه ده ايه ده؟ البيت ده ماله؟ ايه ده؟ ده في حد دخل هنا؟ الدب راح فين؟ الدب لا، ما روحش قال الجار. الجار يا محمد كينج، محمد كينج، محمد كينج. نعم نعم. في ايه اللي حصل امبارح؟ فين الدب بتاعي؟ في ناس جم هنا وبيقولوا معاهم تصريح، ووروني تصريح انه ما ياخدوا الدب يعالجوه. يعالجوه ايه؟ الدب ما فيهوش اي حاجه. الدب كان المفروض الدكتور يجي بكره. انا حاسس ان هم هيسرقوا الدب بتاعك. انا بقول لك كده، حاسس بكده. طيب انا هفضل احرس معاك. بقول لك ايه، خلينا انا وانت نقعد هنا ونفضل صحيين 24 ساعه. طيب. والنهار طلعوا يلا. هي ومعانا 30 مليون دولار، 30 مليون دولار. جبنا الدب الناري والحمد لله اللي احنا عرفنا نجيبه، وان شاء الله النهارده هنجيب الدب المائي وناخد ال 60 مليون دولار. هاي عشان نعرفكم اللي احنا اجمد عصابه يا شباب، اجمد عصابه. اللي عايز ينضم لعصابه ام كامل حط لايك، واللي مش عايز ينضم برضه يحط لايك. يلا اسمع، يلا جاهزين؟ يلا اكيد. حاجه سهله يا اخي. روح نجيب التاب. بقول لك ايه يا دوبك، افتح المكان كده عقبال ما نجيب التاني وهنيجي. بقول لك ايه، صليتوا الفجر قبل ما تمشوا عشان ربنا يكرمكم في السرقه دي؟ يا عم نصلي الفجر ايه، احنا بقول لك رايحين نسرق بس. ماشي ماشي، انا اتوضيت ان شاء الله اخلص واصلي باذن الله. يلا ماشي يلا روح. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو في حد راح يسرق يقول لا اله الا الله؟ طيب بقول لك ايه، اسمع تعال عشان الامن واقف من هنا وهيأمنوا المكان جدا. تعالوا احنا نلف من ورا ونبقى انصح منهم، ايه رايكم؟ يلا بينا يلا بينا يلا يلا بسم الله. اوكي يا شباب، دلوقتي احنا نلف من ورا المكان عشان خاطر انا عارف ان هم دلوقتي مأكدين وعارفين ان الواد ده هيبقى عارف ان احنا مش دكاتره، ان احنا حراميه، لان ده اكيد قال له. فاحنا هنلف من ورا ونبقى ناصحين عنهم. نجمع ايوه ايوه ام كامل شايفه. الدب المائي، الدب المائي، الدب المائي، 60 مليون دولار. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. اوكي يا شباب، دلوقتي هجمع اكبر كميه ستون عشان خاطر هنبني ونخش للدب المائي وناخد بقى الدب المائي اخي كده، وناخد ال 60 مليون دولار. الله الله، انا انت عارفين انا اعمل ايه ب 60 مليون دولار؟ هجيب لامي جلابيه. انا عايز اجيب لامي جلابيه واجيب لاخويا بامبرز. ايوه ان شاء الله ان شاء الله، بس اطلع بس الدب المائي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يلا بينا كده. ايوه ايوه، نفتح بقى الازازه كده. يلا بسم الله بسم الله، نجيب بقى الدب المائي. يلا تسمع صوتك كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ اجروا 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 اجروا، تعالى دب تعالى، جبت الدب. اجري يا دب اجري يا دب، دب دب اجري اجري يا دب. دب تعالى تعالى، دب تعالى تعالى. لا 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 لا، تعالى امسكوا الدب. اثبت اثبت هقتل. اسكت اسكت، تعالى الدب تعالى، الدب تعالى يا دب تعالى تعالى. جبت الدب جبت الدب 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 الدب. لا لا والنبي طلعوني طلعوني. الدب الدب لا لا لا، اضربوهم. اضرب يا براء اضرب يا براء. تعالى تعالى. لا لا ايه ده، في ايه في ايه؟ ستورم ستورم، اقتل يا ستورم، اقتلهم اقتل 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 الاثنين دول، اقتلهم. لا مش انت، اقتل ده. تعالى كلب تعالى كلب. معيش سلاح، هنزل اجيب سلاح بسرعه بسرعه. هات سلاح، اقتل. تعالى كلب تعالى، اموت اموت اموت. تعالى تعالى يلا هات واحد. تعالى كلب. لا 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 لا، دخلت الدب. امسكهم يا ستورم امسكهم يا ستورم، دخلت الدب. الله 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 الله، اضرب ده. احشروه احشروه يا رجاله. الله احشروه. ماشي يا رجاله، اضرب تعالى اضرب الواد ده. الله موتناه. اضرب ده الاخير، بس الاخير. موت الثاني موت الثاني الاخير.
لا اموت اضربوهم أموت. اضربوهم اضربوهم يلا يلا اضرب اضرب يلا يا انتو موت بقى موت بقى موت بقى انت اخي الله 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 اطلع اقفل اطلع اقفل بسرعه استرم اقفل المكان اقفل المكان الله يا شباب جبنا الدب المائي والدب الناري الله الله بقول لك ايه بقول لك احنا عملنا لك المهمه عايزين الفلوس عايزين نهرب من البلد ماشي ماشي اهدى 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 خلاص خلاص اهدى بس انتوا كده عملتوا لي مشاكل انتوا قتلتوا الحراس انت ما اتفقناش على كده طب يا عم عادي هم اتقتلوا وماتوا خلاص احنا دلوقتي عايزين هو عامل ليه كده هو بس تعبان تعبان اتضرب بالغلط في وسط الحرب خد 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 فلوس اخيرا هجيب لامي جلابيه واخويا بامبز اخيرا انت احلامك تافهه قوي احلامي اه والله احلامي تافهه الله يا شباب معانا فلوس دلوقتي بقينا اغنياء والحمد لله يلا. يا شباب دلوقتي بقى اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا يا شباب نسافر بره البلد عشان خاطر الجريمه تتم بقى ويبقى خلصنا كده ومعانا فلوس ونبقى اغنى اغنياء العالم بس بقول لك ايه انت عايز الدببه دي ليه عايز الدب المائي والدب الناري ليه انت مش جبتهم خلاص بقى مالكش دعوه شوف انت رايح فين انا بس بسال بس انت هتعمل بيهم ايه يعني شايف ده ايوه السيف لا لا ما تقتلهمش انت هتقتلهم اقتلوا يا رجاله اقتلوه لا ايوه يا شباب قتلناه عارفين ليه لان دي حيوانات يا شباب ما ينفعش حد فينا يقتل حيوانات نقتل البني ادم اللي بيقتل الحيوانات بقول لكم ايه احنا يا جدعان احنا اللي عملنا ده غلط كتير قوي ايه رايكم نجيب الدبين الناري والماء ونرجعهم مكانهم وخلاص ده احسن حل صراحه واحنا كده كده خدنا الفلوس فيلا بينا بسم الله امسك امسك حد فيكم يمسك الدب الناري وانا امسك الدب المائي يلا بسم الله بسم الله يلا يلا تعالى يا دب تعالى تعالى يا دب تعال تعالى يا معفن الله يرحمه انت اللي موتته انت السبب خلاص خلاص شدوا 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 شد الاخير ده طيب نوديه يلا بسم الله بسم الله شد معايا ده تخين قوي اطلع لا اطلع يخرب بيتك اطلع 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 امشي بيه يا جنبه امشي بيه امشي بيه طب معكش شويه برسيم لا اهو طلع اهو طلع طلع يلا 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 وديه يلا يلا طلعوه طلعوه ودوه هناك يلا يلا بسم الله يا شباب هنرجع الحق لاصحابه لازم نرجع الحيوانات اياكم وحد يقتل الحيوان ارحموا الحيوانات عشان ربنا يرحمكم يلا يلا ودي الحيوان ده يلا بسم الله يا عيني بصوا يا شباب زعلان ازاي وبيمشي على رجلين ازاي حرام والله العظيم يلا يلا دخلوا مكانه هنا هنا تعالوا هنا تعال تعال يلا تعال دخلوه هنا بسم الله بسم الله دخلوا جوه يلا يلا ادخل 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 يا عجل ادخل هو عايز يقعد على الكرسي ولا ايه دخلوه ده يا جدعان خش خش يا عجل ايوه بس دخل استنى ادخل 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 انت بارد ادخل لا يا عم ما موتوش قلت لك حقوق الحيوان دخلوه جوه المكان اللي احنا هنحبسه جوه ولا نخليه بره هنا؟ سيبه سيبه بره هنا سيبه بره هنا اقفل عليه تعالى يا بيوخذ حرمته كده مسجون حرام يعني ياب ياب يلا 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 اوكي يا شباب وزي ما شفتم يا شباب لازم الحق يرجع لاصحابه ولكن احنا لازم نتاسف للناس اللي ماتت دي او 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 طب 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 حرام يلا الله يرحمهم الله يرحمهم وبس يا شباب وبس يا شباب انا قصيت المقطع اتمنى يكون المقطع ده عجبكم طبعا فكره المقطع زي ما شفتم الدب الناري والمائي طبعا كان معايا في مقطع النهارده براء وستورم وجامبول ومحمد كينج وبلانيت ايوه انا فا اوكي يا شباب عايز نص المقطع ده لايكات كتير قوي والله العظيم تعبت جدا بصور مفيش مروحه مفيش حاجه فاتمنى يا شباب تحطوا لنا لايكات عشان نستمر في الدعم الاسطوري دوت وشكرا ليكم يا احلى جيش جيش ماك مليون تشتركوا في قنوات الشباب تشتركوا في قناه براء براء ها هحط قناتك مش هنسى وستورم ها وجامبو ها محمد الكينج ها وبلانيت هات دوراتهم كلهم تحت في الديسكريبشن اتمنى بعد ما اتفرجت على المقطع روح على قنواتهم تخش سبسكرايب كده جميل ليهم وبس اوكي يا شباب عايزين نوصل بلانيت 3000 كده ونفرح الشباب كده يا شباب وبس اتمنى تصلوا على النبي قبل ينتهي المقطع وسا سا 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 سلام 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 مكماليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مكماليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون مكماليون